اهلا بكم مشاهدينا في برنامج الاخبار الليله الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما اهم اخبار اليوم والبدايه من العناوين. مبادره الكاظم تخرق تصلب المواقف، الصدر على اسوار البرلمان وتغريدات غريبه من الاطار. اهتمام عالمي بمقتل عقل القاعده المدبر وخليفته يعيد العلاقه بين ايران والارهاب الى الضوء. حج سياسي ليبي الى تركيا، طاوله النقاش تشمل ملف الحكومه وخلافات القاعده الدستوريه. موجه غضب في لبنان ميشيل سماحه صندوق بريد النظام السوري المتفجر خارج السجن بعد التهديد والوعيد والحشد العسكري الصيني نانسي فيلوسي في تايوان بعد احتقان الأمس وتصعيد وضع العراق على شفاء الصدام أتت مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتخرق جدران المواقف المتصلبة وتشكل بارقة أمل في أزمة العراق المستعصية مبادرة الكاظمي لاقت استحسانا دوليا وترحيبا من أطراف كثيرة داخل الأزمة ولعل الأبرز كان رد فعل الصدر الذي جاء بنقل الاعتصام من داخل قاعة البرلمان الى خارجه وسط انباء عن اتفاق سياسي جديد واعاده الانتخابات بعد اطلاق رئيس الحكومه العراقيه مبادره لحل الازمه في البلاد اكدت مصادر الحدث ان الكاظمي سيدعو خلال ايام الى اجتماع حول طاوله مستديره تجمع الفرقاء في العمليه السياسيه للخروج بخارطه طريق واحتواء الاوضاع الراهنه واضافت المصادر ان اتصالات مكثفه تجري لتحديد وقت ومكان الاجتماع والقوى السياسيه التي ستشارك فيه وتاتي التحركات بعد دعوة مصطفى الكاظمي القوى السياسيه كافه الى حوار وطني وتشكيل لجنه تضم ممثلين عنهم للجلوس الى طاوله مشتركه، محذرا من ان العراق يشهد احتقانا سياسيا كبيرا ينذر بعواقب وخيمه اذا لم يتدخل العقلاء. مؤكداً أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الوضع والحفاظ على الأمن ومنع هدر الدم العراقي. حراك الكاظمي ودعوته للحوار قوبلت بترحيب داخلي وخارجي. رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رحب بالمبادره ملمحا الى اجراء انتخابات مبكره رئيس اقليم كردستان نجرفان برزاني قال انه في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل نؤكد دعمنا لدعوه الكاظم للحوار بين الاطراف السياسيه العراقيه وه... رد مقتدى الصدر على مبادرة الكاظمي بدعوة أنصاره للاعتصام خارج القاعدة السورية لمجلس النواب مدة 72 ساعة وزير القائد على تويتر أكد أن استمرار الاعتصام يلبي حاجات الشارع ويلبي مطالبه ومن قوى الإطار التنسيقي أيد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة مبادرة الكاظمي فيما تحفظت باقي القوى عليها واعتبر النائب محمد الشمري عن دولة القانون برئاسة نور المالكي أنهم يؤيدون التهدئة والحوار ولكن من دون وسيط وهذه إشارة لرفضهم مبادرة الكاظمي أما دولياً نالت مبادره الكاظمي تأييدا فرنسيا وبريطانيا فالرئيس الفرنسي قال عبر تويتر انه يؤيد مبادره مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ان ما يمر به العراق هو شيء متازم ومقلق اما السفير البريطاني في العراق فأيد دعوات التهدئه مبديا قلقه مما يمر به الوضع السياسي في هذا البلد. وبشكل مفاجئ عبر زعماء الميليشيات في الاطار التنسيقي عن دعمهم المفاجئ لهذه العامري زعيم تحالف الفتح واشادوا بدوره في صياغه تفاهمات تحت عنوان العامري شيخ الاطار فما الذي دفع اكثر قاده الميليشيات تحالفا مع نور المالكي ضد العامري للاشاده بدوره يتابع العراقيون جلسات مجلس النواب عبر ما تبثه الدائرة الإعلامية لكن الكثير من العراقيين يجهل دور هذا المكان انه كافتريا البرلمان اكو موجود ما اكو كل شيء اكو خيرات الله سبحانه وتعالى خيرات الله سبحانه وتعالى موجوده والله تبريد موجود كهرباء من هنا مو مثل بالبيت انا من الكوت اقعد الصبح القى هو الملتقى الذي تحول الى برلمان رديف لحلحله الخلافات وعقد التسويات والاتفاق عليها قبل الدخول إلى الجلسة أغلب المشاكل والخلافات التي تنشأ بين الكتل البرلمانية واللجان يتم حلها هنا دولة الملوك هسه دولة ملوك وكلها بروسنا هاي كلها ثوراتنا ثرواتنا ماكو هاي ثرواتنا كلها عندهم هنا لكن ما مفكرين بينا ما مفكرين بشعب كيف هو هو العقل يحكم بوحده يعني ماكو هم بجنه بجنه هم والله والله بجنه هم. زين يعني احنا تعال الكهرباء وقتوها حتى الكهرباء هاي اتفاقية هم ويا ابو المولدة المتظاهرون موجودون في أهم مكان للبرلمان العراقي بعد أن غاب عنه النواب ورائحة الطعام من مجلس النواب ببغداد شاكر عواد الحدث يشاهد العراقيون سابقا جلسات مجلس النواب عبر التلفاز والبث المباشر ولكنهم لم يروا المطبخ السياسي أو ما يعرف بكافيتريا مجلس النواب التي دخلتها الكاميرا وشاهدنا ذلك قبل قليل مشاهدينا لمناقشة الملف العراقي من بغداد ينضم إلينا الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية من أربيل ينضم إلينا عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن بغداد المتحدثة باسم ائتلاف النصر الاستاذه ايات مظفر النوري مرحبا بكم جميعا واسمحوا لي دكتور عصام استاذ عماد ان ابدا مع الاستاذه ايات اهل البيت كي اتحدث واسال فيما اذا كانت هناك مبادرات من الاطار في طريق حلحله الامور والاقتراب من التيار الصدري اكثر خاصه بعد يعني الترحيب الذي ابداه السيد حيدر العبادي تجاه مبادره رئيس الوزراء مصطفى الكاظم نعم بداية تحية لحضرتك أستاذ حسين ضيفك الكرام دكتور عصام والأخ العزيز الأستاذ عماد مرحبا جميع متابعين قناتكم الكريمة بالحقيقة يعني الإطار التنسيقي أعتقد القيادات الموجودة به هي كانت لها مبادرات مستمره من اجل التهدئه والدعوه الى الحوار، الدكتور حيدر العبادي كان من ابرز دعاه الحوار من المبادره التي اطلقها في 22 حزيران، بعدها كانت هناك مبادره من اجل تحمل المسؤوليه وطرح نفسه من اجل تقريب وجهات النظر، وكانت ايضا قبل يومين مبادره ايضا دعاها من اجل الحوار والجلوس على طاوله الحوار، وكان اخرها يوم امس هو ترحيب بدعوه الحوار التي دعا اليها الرئيس السيد رئيس مجلس الوزراء، اعتقد بانه اليوم هذا يعني الازمه التي نعيشها في هذه المرحله لا يوجد لها حل غير أن يكون هناك جلوس على طاولة الحوار حتى وإن كان هناك قد يكون مشاكل حتى وإن يكون هناك تقاطعات اختلافات فإنها تحل وتناقش على طاولة الحوار بدون الجلوس نستطيع أن نجد هناك حل حقيقي أو خارطة طريق ممكن أن نعتمد عليها في المرحلة القادمة هذا من جانب من جانب آخر رأينا أيضا هناك استجابة إيجابية من قبل الكتلة الصدرية من خلال الإجراء التكتيكي الذي اتخذه السيد مختض الصدر بداية بالانسحاب خارج مجلس النواب وهذا طبعا يدل على امرين، الامر الاول هو الاستجابه لهذه المبادرات، والامر الثاني هو نوعا من المرونه في التعاطي مع هذه المبادرات، خاصه وان يعني مجلس النواب هو مؤسسه رسميه حتى وان لم يكن فيها تعقد جلسات لكن فيها موظفين، فيها اداريين، فيها عمل مستمر، لذلك يعني لا يمكن ان يكون هناك تعطيل لهذا العمل، فراينا ان هناك استجابه ايجابيه بالاضافه طبعا بالتاكيد الى الدعوات الاخرى من قبل الكتل السياسيه الموجوده حتى خارج الاطار الحزب الديمقراطي كان لديه دعوه لمبادره الحوار وهي طبعا خطوه ايجابيه فهذه طبعا المبادرات كلها ترجمت من خلال هذا التعاطي الايجابي للكتله الصدريه وحتى الكتل السياسيه الاخرى، فاعتقد بانه بدايه حل الازمه واداره الازمه يكون من هذا المنطلق. دكتور عصام الحوار ثم الحوار ثم الحوار. مساله انسحاب المتظاهرين الصدريين من داخل قبه البرلمان بطلب من وزير القائد آه هي يعني استجابة سريعة لمسألة المبادرات التي تطرح سواء من الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حتى من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نعم في البداية تحية لك صديقي العزيز الأستاذ حسين مرحبا و... بك دكتور آيات ولا أستاذ عماد ولكل من يتابعنا حقيقه الامور انا اعتقد كل من يتابع طبيعه عمل السيد مقتدى الصدر يدرك تماما انه يتعامل مع ليس فرد وانما يتعامل مع مؤسسه ولكن هذه المؤسسه هنالك جزء ظاهر منها وهنالك غاطس كبير يصل الى الاعماق فكل القرارات التي تتخذ من قبل السيد مقتدى الصدر الان ربما يكون عبر تصريحات من وزير القائد السيد محمد صالح العراقي ولذلك ما يتم اتخاذه من قرارات يتم بناء على مراعاه الوضع الداخلي للعراق هذه من الناحيه العمليه وقراءه طبيعه الظروف المحيطه وموقع العراق دوليا اضافه الى كل هذا ما ذهب في موضوعه انسحاب المتظاهرين من داخل قبه البرلمان الى خارج اسوار البرلمان ربما ياتي في طبيعه الاحترام اللامتناهي الذي يكنه السيد مقتدى الصدر إلى السيد مصطفى الكاظمي فالسيد مصطفى الكاظمي يعاد وفق المنظور العراقي والإقليمي هو مهندس العلاقات العربية العربية والعربية الإقليمية إضافة إلى كل هذا هو رئيس رجل تصعيدي نجح طوال فترة كبيرة في تفكيك كثير من الأزمات إضافة إلى كل هذا أن السيد مقتدى الصدر يريد الحل ولا يريد أن يكون هنالك مستوى من التصعيد ولكن مع بقاء الوضع بالنسبه له في حاله ترقب وحذر اضف الى كل هذا ان موضوع الحوار حينما يطرح من قبل شخصيه هي ليست طرف بالازمه من الثابت والبديهي سيكون هنالك مقبوليه لكل اطراف الحوار لكن دائما كما تعلم استاذ حسين حينما يكون احد اطراف الحوار يطرح مبادره للحال او مبادره للحوار ينظر اليها على اساس انها ضعف لكن حينما تاتي من رئيس الوزراء أنا أقول ومدعومة من قبل كل الكتل بالتأكيد سيكون لها صدى ومقبولية لدى التيار الصدري. طيب، أستاذ عماد مرحبا بك إلى هذا الحوار، ما الذي بيده الإقليم لكي يفعله في مسألة تقريب وجهات النظر؟ شيء فعلي على الأرض يعني، أي تحركات الآن يجريها المسؤولون الكرد العراقيون بالطبع من أجل لملمة الأمور وتخفيض حدة التوتر في بغداد. نعم استاذ حسين غالي بدايه التحيه لك والدكتور عصام والسيدة ايات والمشاهدين قناتكم الاكارم يعني دور القديم معروف كان سباقا منذ البدايه منذ 2003 لحد الان وكان له دورا ايجابيا في لملمه الشمل وحل كل الازمات عبر حوار مبادرات كان اطلقها الرئيس مسعود بارزاني واليوم قبل يومين الرئيس نيجيربان بارزاني اطلق هذه المبادره وفي ايام الانسداد ايضا كانت هناك مبادرات اطلقها الرئيس مسعود بارزاني حين كلف رئيس الاقليم بالذهاب الى الحنانه واللقاء بالرئيس ومحاوله اقناعه ولكن المشكله كما قال الدكتور عصام يعني لها اعماق وليست سطحيه كما يتصورها البعض لذلك الدور الاقليم وقاده الاقليم وحزب الديموقراطي الكردستاني وحتى باقي الاحزاب لا أحد يريد يعني توتر الوضع في العراق والمساس بالسلم الأمني والمجتمعي، طبعاً هذا سلبي بالنسبة للعراق بالكامل وحتى لدول المنطقة. لذلك على الجميع التهدئة والتفكير بحل ومخرج يرضي الأطراف لتكون هذه مرحلة انتقالية نذهب بها إلى مرحلة نهائية. في بدايه حوارك وبرنامجك في كاميرتكم رصدت هذا الشاب الذي كان في كافيتريا مجلس النواب يعني ما تحدث به فعلا يوجع القلب يعني يقول هنا يوجد تبريد وتوجد كهرباء انا من اهل الكوت استيقظ الصباح البيت كلساونه والحمام يعني ابسط مقومات الحياه يعني الشعب العراقي مرة لا يطلبون الرفاهيه مقومات الحياه هذه هذه الانظمه وهذا البرلمان وهذه البنايه التي شهدت خمس دورات والحكومات لم تستطع ان توفر ابسط مقومات الحياه الكهرباء في حين العراق ليس بلد فقير لديه ثروات وميزانيات هائله بنت دول في المنطقه وهذا الشاب الان يفتقد التبريد والكهرباء لذلك يجب يجب محاسبه الفاسدين ومحاربه الفساد الذين الذين امتصوا خيرات العراق و جعلوا الشعب العراقي من يدفعون الثمن والآن يزايدون فيما بينهم برؤوس الشعب العراقي هذه التظاهرة والثورة العشرائية يجب أن يكون لها نتائج إيجابية بالنسبة لكل العراقيين ليس فقط بالنسبة للصدريين لكل العراقيين الجنوب يا سيد العزيز الجنوب والوسط يعاني من فقر شديد 50% من أهل هذه المدن يعيشون تحت خط الفقر وفي غياب الخدمات من كل النواحي لذلك نأمل على عقلاء القوم من كل الأطراف أن يساهموا بإبعاد الشعب العراقي عن ال 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 الاصطدامات وأن يجدوا حلا حقيقيا ومن سرق ومن سرق هذه الثروات ليذهب ويترك العراق ويترك شعب العراق يعيش بسلام طيح. وهل يترك السارق مكانا يجمع منه الاموال يعني يقول لك بعض العراقيين يا استاذ إذن عماد إذن بدون بدون محاسبه اذا لم تكن هناك محاسبه اذا فليحكموا ويعدموا ويسجنوا الذين تترتب عليهم آه العقوبات هذه آه هؤلاء الناس آه الذين اصبحوا مافيات الفساد في العراق وحال أستاذ آيات الفقير نعم آه يرثى لها أستاذ ايات تلاف النصر يعني ننقل لكم ما يحكى عنكم بان صوتكم صوت اقرب للحوار اقرب للهدوء عدم التصادم كذلك ينسحب ذلك على بعض شخصيات الحكمه ما الذي يجبركم على التماشي مع الطرف الاخر شركاؤكم في الاطار إذا كان الصوت باتجاههم غير يعني مسموع يعني سواء قيس الخزعلي أو تلاف دولة القانون يعني يوصف صوتكم بصوت معتدل نوعا ما حتى أنكم طرحتم بأنه لابد من أن تكون هناك شخصية لرئاسة الحكومة تخلق توازنات ولم يسمع لرأيكم يعني بدايه اصلا وجود الدكتور حيدر العبادي في الاطار التنسيقي هو كان عامل توازن ولا زال بين قاده الاطار نفسهم وبين الاطار التنسيقي وبين التيار الصدري عندما كان هناك اشدها قبل انسحاب حتى الكتله الصدريه من السلطه السياسيه وجود الدكتور العبادي سياسته المتوازنة منهجه الوسطي موثوقيته بالنسبة للأطراف الداخلية وقدرته على إدارة المرحلة بتعقيدات الداخلية والخارجية كون لديه تجربة في 2014-2018 كانت صعبة جدا ولم تكن يعني هذه المرحله هي اصعب منها بصراحه لذلك هذه المبادرات وهذه الدعوات التي اطلقها الدكتور من اجل الحوار ومن اجل التقارب وجهات النظر هي تنم عن هذا المبدا وهذا المنهج الذي يتحلى به ائتلاف النصر هذا من جانب من جانب اخر لا اعتقد بانه هذه الدعوات لم يسمع لها صوت لكن مثل ما تعرف استاذ حسين الاطار التنسيقي يتكون من مجموعه من الكتل السياسيه وكل كتله سياسيه لها منهج معين ولها رؤية معينة وبالتالي قد يكون هناك اختلاف بالرؤى في نقاط معينة وهذا لا يعني بأنه هناك عدم السماع لهذه المبادرة وعدم الأخذ بها بالعكس كثرة المبادرات وكثرة طرح هذه الرؤى من خلال الدكتور العبادي الذي يتبنى ائتلاف النصر هو بالتالي ساعد على أنه حتى قادة الإطار الآخر مثل السيد هذا العامر يطرح هذه المبادرات التي تتحلى بالحوار لا ننسى إذا نتذكر بأنه أول من طرح مبادرات الحوار هو كان الدكتور العبادي في داخل الاطار التنسيقي وهو الذي طرح نفسه من اجل ان يقرب وجهات النظر بين الاطار وبين التيار من اجل قربه على التيار الصدري خاصه قربه على شخص السيد مقتدى الصدر وحتى موثوقيته بالنسبه لاطراف الاطار التنسيقي لذلك بالعكس هذه الدعوات هي مستمره ولا اليوم اثمرت نتائجه من خلال طيب. استجابه الـ يناقش الـ الاطار يناقش الاطار استجابه طيب استاذه ايات صار. يناقش الاطار امرا ما خلال الساعات القليله الماضيه مثلا سحب سحب اسم محمد شياع السوداني او طرح شيء مختلف او انه بانتظار حتى الانتخابات المبكره ما عادت المساله مقتصره على على اسم شياع السوداني او لا نعم صحيح اليوم الـ الـ النقاش لا يدور حول فقط تشكيل الحكومة، وإنما يدور حول المطالب التي طرحها السيد مقتدى الصدر التي متمثلة بالتعديلات الدستورية، تغيير شكل نظام، آليات حكم وما إلى ذلك. لذلك عندما قلنا بأنه وجوب الجلوس على طاولة الحوار من أجل مناقشة هذه النقاط وتحديد مراحل زمنية معينة من أجل تنفيذها، حيث طيب. أنها تحتاج إلى آليات قانونية وآليات دستورية. أما من ناحية ترشح السيد محمد الشيع السوداني فكل شيء إن جاز، مثل ما تعرف بانه سيد الشياع السوداني هو تم اختياره من قبل مجموعه من الاسماء اختارتها لجنه شكلت في الاطار التنسيقي لذلك طرح خلاف طيب. النصر وقال بانه اليوم يجب ان يكون هناك حوار مهما كانت النتائج المهم ان نصل الى مرحله التقارب نعم. وتوحيد وجهات النظر طيب دكتور عصام المساله ما عدت بطرح اسم محمد شياع السوداني الاطراف العراقيه ومنها الصدر تجاوزوا هذه المساله الان بانتظار ما ستفضي اليه المساعي السياسيه ما عدا ممكنا مثلا طرح شخصيه اخرى او لا الموضوع بات حتما انتخابات مبكره يعني اولا من الناحيه العمليه انا اعتقد بعض القوى السياسيه الى الان تسوق في المفا... في يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الجروبات بان سيتم ترضيه السيد مقتدى الصدر بكذا منصب وزاري بعوده نواب هذا كلام غير دقيق، السيد الصدر لديه مشروع وبالتالي لا احد يمكن اليوم ان يحاول ان يغمط الحقيقه. المشروع اما ان نذهب بانطلاق مشروع دوله حقيقيه لا تقوم فيها اي مقومات او اسس للفساد في ظل أساطين اختطفت الدوله العراقيه وعبر فتره طويله واما ان نبقى في مستنقع هذا الذي وضعته القوى السياسيه بالنسبه للعراق. اضافه الى كل هذا انا اعتقد تسالني كمراقب وباحث واكاديمي اقول ان كل هذه المضيعة في موضوع الوقت الذي يهدر علينا ان نذهب الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكره ولكن حتى الانتخابات المبكره التي تجري يجب ان تكون على اسس علميه يعني اليوم مشكله المواطن العراقي خوفا من اعاده المشهد هذا كبير من التحق. ذات المشهد دكتور عصام يعني يعني الناس تقول لك حتى ان كانت هناك انتخابات مبكره من الممكن ان يعاد المشهد ذاته الصدر يحقق اغلبيه الطرف الاخر يستخدم الثلث المعطل في عدم عقد جلسات البرلمان يعني هذه القوة أنا أعتقد هي لا تقرأ التاريخ ولا تتعظ من الدروس تعتقد أنها تحاط بأربعة أو خمسة أو عشرة يصفقون للزعيم يعتقد نفسه هو الزعيم الأوحد لمنطقة الشرق الأوسط لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن خروج السيد مقتدى الصدر هو لا يمثل مفهوم التيار الصدري وانما هو يمثل مفهوم سواد اعظم من الشعب العراقي الذي يتوق الى الاصلاح والتغيير. واليوم الكلمه الفصل مع خالص اعتزازنا بالقوه السياسيه، اليوم الكلمه الفصل للشعب العراقي وعلى هذا الاساس انا اعتقد اذا لم يتم عوده مقدرات العراق الماليه الى الشعب العراقي والقضاء على طبقه الفاسدين لا احد يتوقع بانه سيكون بمنع عن الخلاص ولكن الخلاص لن يكون كما يتوقع البعض انه قد يكون سعيد حينما يكون خلف القضبان، نحن نتحدث عن شعب صاحب حق يطالب الفاسدين باعاده الاموال له واعاده بناء دوله حقيقيه. عن نقطه الانتخابات اريد ان اسال الاستاذ عماد فيما اذا تم الاتفاق عليها الى اي حد يمكن ان يعول عليها خاصه في مساله التحالف الثلاثي الذي وصف بانه عابر ل آه للوضع آه آه السياسي والطائفي الموجود في الداخل العراقي الى الفضاء الوطني بمعنى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني آه يحضر مع الصدر مع الحلبوسي وخميس الخنجر لان آه تكون النتيجه مختلفه وعدد الاصوات اكثر وبالتالي يبقى هذا التحالف ويتغير المشهد السياسي استاذ عماد يعني لا نستطيع القول ان لا تزعلين استاذه ايات يعني يعني هي هي فقط اسئله يعني لا نستطيع القول ان هناك يعني الان لا زال الوقت مبكرا للتحالفات بالنسبه للانتخابات المبكره القادمه ولكن بدون ادنى شك يعني التحالف الثلاثي اذا اجريت الانتخابات سوف يحصد لا اقول ضعف الاصوات ولكن نصف الضعف يعني المقاعد سوف تزيد بلا بدون ادنى شك لماذا لانه مشروعهم كان واضح اغلبيه وطنيه تكون مسؤوله عن الاخفاقات عن الخدمات عن كل شيء ولكن يبدو ان الجماعه بالاطار وخاصه دوله القانون دعني اقول يعني هذه طبعا حذرناها قلنا لهم عبر الاعلام انا كمراقب سياسي كباحث بالشان السياسي لا ان لا يتوهموا فان السيد مقتدى الصدر ليس اياد علاوي جل احترامي للسيد اياد علاوي ايضا في ازمه 2010 تنازع عن حقي في حين كان لديه 91 مقعد ودوله القانون 89 لذلك الجماعه قد تعودوا على هذه وفي عام 2014 دوله القانون كانت لديها 91 مقعد ولم تشكل حكومه سيد العبادي ما شكل حكومه لذلك على الكتل السياسيه ان يمارسوا الديمقراطيه وعبر الدستور وليس بالشعارات الفارغه. الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل، انا ذكرت قبل يومين ايضا مع جنابك او قبل يوم ان قبل بعد مصادقه نتائج الانتخابات الاخيره العمليه السياسيه كانت تسير بسلاسه. وكانت هناك انتخابات افرزت نتائج جديده مغايره، كتل فائزه وكتل خاسره، ولكن الذي عقد المشهد القرارات المحكمه الاتحاديه التعسفيه المتحيزه، عندما عندما اطلقت على نصاب الثلثين، عندما ابعدت المرشح الديمقراطي الكردستاني، عندما قامت بتجميد او الغاء قانون نفط وغاز كردستان و و, و و و الى اخره عقدت المشهد فاليوم على الكل تحمل المسؤوليه والذهاب نحو انتخابات مبكره نعم. لحل المساله اذا سمحت لي بطبع انتهى يعني وقت الحوار لهذه الفقره والملف ولكن باقل من دقيقه اريد ان اسال الاستاذ ايات فيما اذا الاطار سيبقى اطارا بعد ما سيتفق عليه من عمليه مساله مثلا اعاده الانتخابات او انتخابات مبكره او التحضير لهذه الانتخابات نعم نعم، يعني بصراحة إلى حد الآن لا يوجد هناك سيناريو مطروح حول جلورية الإطار، خاصة هو أن الإطار لم يتشكل لهذه الأزمة، هو تشكله قبل الانتخابات أصلا، في نهاية 2020 شكل الإطار التنسيق من أجل تنسيق مواقف، هو ليس تحالف وهو ليس ائتلاف، هو مجرد إطار مشكل من أبرز القيادات الشيعية لتنسيق المواقف التي تهم البلد أو التي فيها مصلحة وطنية، وحتى الكتلة الصدرية هي كانت جزءا من الإطار التنسيق انسحبت قبل الانتخابات، إذا هو ليس تحالف وليس ائتلافا ويت... يعني مجرد لتنسيق مواقف معينه، احنا الى حد الان المتفق عليه هو ان يكون هناك حوار ضامن والركن الاساسي من اركان الحوار ان يكون هناك وساطه حقيقيه هي التي تقوم باداره الحوار، تتمثل عدم الانحياز جهه على حساب جهه تتميز بالمقبوليه وتمتلك القوه التي تستطيع من خلالها تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. شكرا جزيلا لكم من بغداد المتحدثة باسم ائتلاف النصر الأستاذ آيات مظفر النوري وكذلك أشكر الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية ومن أربيل أشكر الأستاذ عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد قليل عقل القاعدة والمسيطر على بن لادن. هكذا وصفت الصحف العالميه ايمن الظواهر تم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما روسيا لن تنسحب من سوريا ولكن الآن تعيد إعادة موضع هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات في سوريا تسيطر ومدعومة من قبل الروس النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من جميع عفريين التي تسيطر عليها القوات التركية هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهيه لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد لم يكن الثلاثون من يوليو يوما عاديا لدى الامريكيين ففيه وقعت واشنطن نهاية زعيم تنظيم القاعدة باستهدافه بصاروخ من طراز هيلفاير إلى أي من الظواهر يعزى كل عمل ارهابي ضلوعه في قتل الابرياء ليس بحاجة الى دليل فتاريخ الرجل حافل بما يكفي لذلك فعلى مدار السنوات كان محط اهتمام الإدارة الأمريكية وقادتها كذلك شكوكها قادت واشنطن إلى أن ثمة شبكة في أفغانستان تدعم الظواهر وحين انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان تركت ظلها هناك فجواسيسها على الأرض توصلوا إلى معلومات تفيد أن الظواهر وأن عائلته في كابل بينما كان أيمن الظواهري يعتقد أنه بعيد المنال كانت أعين الاستخبارات تتابعه أعين الاستخبارات الأمريكية بالطبع وتلاحق تحركاته وتحركات زوجته وابنته وأطفالها هذا لم يكن كافيا في منظور مسؤولي المخابرات فقد كان عليهم تحديد هوية الظواهر بشكل صحيح في المنزل الآمن بالطبع في كابول تقارير مخابراتية أكدت التعرف على الظواهر من خلال جلوسه المطول على الشرفة التي لازمها لساعات وفي عز النهار كما يطلق ففضحت هذه الجلسات مخبأه وحين تعززت ثقتهم بأن معلوماتهم لا ترقى إلى الشك تعين عليهم إبلاغ الرئيس جو بايدن وجرى ذلك في أوائل شهر أبريل وقبل الأقدام على أي خطوة ميدانية استلزم من عملاء الاستخبارات التدقيق في هويات قاطني منزل الظواهري هذا من باب الحيطه التي لا تهدد سلامة المبنى وتقلل المخاطر على المدنيين وعائلة الظواهري في حال نفذت اداره بايدن عمليه لقتله وسبق تنفيذ العمليه اجتماعات مكثفه بين الرئيس الامريكي ومستشاريه لفحص المعلومات ومراجعتها وتدقيقها وخلصوا الى ان نتيجه هذه الاجتماعات ان الظواهري هدف قانوني وبما ان المستهدف هو زعيم اكبر تنظيم الارهابي فقد كان من الضروري على بايدن ومحيطه مناقشه تداعيات مقتل الظواهري وتاثير ذلك على علاقه امريكا مع طالبان وقيل ان بايدن اذن بتنفيذ ضربه جويه دقيقه للقضاء على ايمن الظواهري وكان ذلك في حدود الساعه الثانيه بتوقيت غرينش من فجر يوم الثلاثين من يوليو من العاصمه الافغانيه كابول ينضم الينا مراسل الحدث عبدالله نادر مرحبا بك عبدالله نستطلع منك اخر ردات الفعل علي مقتل ايمن الظواهري والتفاصيل كذلك نعرف ان طالبان اكتفت بالبيان الوحيد الذي اصدرته امس مساء مؤخرا وهذا البيان ندد بالعمليه التي استهدف منزل ايمن الظواهري في منطقه شيربور في قلب العاصمه كابول وكذلك اعتبر اعتبرت اعتبر هذا البيان هذه الغاره بانها خرق لاتفاق الدوحه وكذلك للمبادئ الدوليه ولمست هناك تصريحات او تعليقات غير هذا البيان من طرف حكومه طالبان اما الساحه الان فقد عادت العاصمه كابل الى طبيعتها الا ان المنطقه التي استهدف فيها منزل تم فيها استهداف منزل ايمن الظواهري فما زال شبح سيء يسيطر على هذه المنطقه وكما يلاحظ هناك كذلك انتشار مكثف مكثف للاجهزه الامنيه وبالتالي الاقتراب من هذه المنطقه صعب للغايه لحد الان اما عن التعليقات والتصريحات الساسة الأفغان أو الشخصيات السياسية البارزة في المجتمع الأفغاني كالرئيس السابق حامد كارزاي والدكتور عبد الله عبد الله وغيرهم فقد اختاروا السكوت في هذه العملية فلم يرحبوا بها ولم ينددوا بها لأنهم لا يستطيعون الترحيب بها ولا التنديد ربما هم لا يريدون تنديدها كذلك ليست هناك يعني من الساسة الأفغان الآخرون تنديد أو ترحيب بهذه العملية أما الأوساط الأفغانية أو عامة الشعب الأفغاني ففي سوشيال ميديا قرأنا وتابعنا تعليقات وتصريحات للشعب الأفغاني وخاصة الطبقة المثقفة بين مؤيد مرحب وبين مندد لهذه العملية هذه العملية اعتبرتها بشكل عام من الأوساط الأفغانية اختراق وخرق للاتفاق لبنود اتفاق الدوحة من الطرف الأمريكي وكذلك من طرف طالبان طرف طالبان يعني في 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 العاصمة كابل تم إيواء أيمن الظواهر من طرف طالبان وثم حدث ما حدث وتم استهداف أيمن الظواهر في العاصمة كابل فمن الذي بدأ هذه وبحسب المقالة المشهورة والبادئ أظلم الآن هنا لا نعرف من البادئ ولكن تم إيواء أيمن الظواهر في العاصمة كابل وكان من بين بنود اتفاق الدوحة أن طالبان لن تسمح أو لا تسمح بإيواء الهاربين أو المتمردين الدوليين في الأراضي الأفغانية وكذلك طالبان تقبلت هذا البند بحسب اتفاق الدوحة وكذلك هناك قراءة سياسية تقول بأن الأمريكا بدأت بفرض العقوبات على طالبان وعلى حكومة طالبان بالعموم هذه القراءات السياسية المختلفة في ساحة الأفغانية كنت تحدث بالأمس عبد الله بأن الحي المستهدف من قبل الطائرات الأمريكية هو حي يسكنه الكثير من المسؤولين الأفغان وهو حي يعرف بالمنطقة او الخضراء ليس المنطقة او الخضراء تحدثنا عن عن هذا الحي عن المكان على وجه التحديد فيما اذا سمح بزيارته الان وفتح امام الصحف من اجل التقاط بعض الصور مثلا والتقاط بعض المعلومات لا طالبا لحد الآن لم تسمح لأي صحفي أو لإعلامي يقترب من هذا الشارع الفرعي الذي يقع فيه منزل من الظواهري أما عموم الشوارع المؤدية إلى هذه المنطقة فعليها الآن حركة هذه المنطقة واقعة في قلب العاصمة كابل وهي منطقة حساسة وزاخرة بمكاتب المؤسسات الأجنبية وبالسفارات وهي تقترب من القصر الرئاسي ومن ومن السفارات الاجنبيه في هذه المنطقه كان يسكنون او كان يسكن عدد كبير من المسؤولين السابقين في النظام الجمهوري والان كذلك هناك مكاتب لشخصيات مهمه من القياده العليا في حكومه طالبان منزل الملا عبد الغني برادر في هذه المنطقه وكذلك الدكتور عبد الله عبد الله وكان فيه منزل وزير الدفاع الافغانيه بسم الله محمد وعلى جانب اخر هناك نعم. منزل كبير ل... ل... لعبد الرشيد الدوستم هذه المنازل التابعه ل... للمسؤولين الحكوميين السابقين الان كلها حكر لمسؤولي طالبان شكرا جزيلا لك من العاصمه الافغانيه كابول مراسل حدث الزميل عبد الله ناتر معلومة جديدة استحضرتها صحيفة الديلي تيليغراف في تقريرها الأخير تتعلق بخبايا تنظيم القاعدة أبرز النقاط التي ألقت عليها الضوء هو أن ظواهر كان عقل التنظيم تنظيم القاعدة وهو من كان يسيطر على بن لادن وعكس ما هو معروف قالت ان الظواهري هو المسؤول الاكبر عن التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر وليس بن لادن ومن باب المقارنه اشارت الى ان الظواهري كان واجهه التنظيم الاعلاميه بينما كان بن لادن متواريا في باكستان، الصحيفه اكدت ان الظواهري جلب تكتيكات ومهارات تنظيميه لتشكيل خلايا عنقوديه للقاعده في انحاء العالم. كما اعتبرته صاحب فكره استخدام الهجمات الانتحاريه في العمليات الارهابيه رجحة أن يؤدي مقتله إلى فوضى أكبر من الفوضى التي أعقبت مقتل بن لادن يحركها جيل الشباب في تنظيم القاعدة المتطرف قتل الظواهري لكن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد لقد كان ذلك محرجا لطالبان وأمريكا ومربكا لإيران حتما تتساءلون كيف منطقيا كان من المستحيل وجود الظواهر في كابول دون دعوة وموافقة من عدد صغير على الاقل من قاده طالبان، لهذا السبب مشاهدينا كانت الضربه محرجه لطالبان التي زعمت انه لا يوجد مقاتلون اجانب في افغانستان ولا لعناصر القاعده. ومع مقتل ايمن الظواهري من الاكيد ستطرح تساؤلات كثيره حول من سيكون خليفه الظواهري على راس القاعده. وعلى هذا الموضوع أربك مقتل ظواهر إيران وجعلها في حيرة وعليها بعد اليوم أن تختار بين إيواء خليفة الظواهر أو طرده في تقديرات الأمم المتحدة يعتقد أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الملقب بسيف العدل كان في إيران هذا قبل مقتل أي من الظواهر لكن بعد مقتله أكد مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية بالقول أن سيف العدل قد غادر إيران بالفعل إلى أفغانستان وبالتالي كل الدلائل تشير نحو سيف العدل لخلافه الظواهري بما انه كان الرجل الثالث في الهرم القيادي في القاعده بعد بن لادن والظواهري. وكان بامكانه قياده التنظيم بعد مقتل بن لادن لولا احتجازه في ايران التي وصلها هاربا من افغانستان في اعقاب الاجتياح الامريكي. وزمن الاجتياح اختبأ قاده بارزون للتنظيم في باكستان بينما فر المئات من قيادات الصف الثاني وعائلاتهم نحو ايران. وحال يتولى سيف العدل زعامة التنظيم يقدر محللون أن المستفيد الأول هو إيران كنتيجة طبيعية للتعاون القائم بينها وبين القاعدة وهنا تكمن الخطورة في تقدير خبراء بسبب التخادم بين الطرفين في مجال تأمين ملاذات آمنة وتدريب وتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية دولية وما يزيد من خطوره الوضع ان تسمح ايران للقاعده بفتح معسكرات تدريب وتجنيد واتخاذ اراضيها منصه لتنفيذ عمليات ارهابيه حول العالم، فضلا عن احتمال حصول القاعده على تكنولوجيا متقدمه من طهران واستخدامها في عمليات ارهابيه تخدم مصالح ايران بالنتيجه ما يهدد الامن الدولي. ولم تعق الايديولوجيه تطور التعاون بين ايران والقاعده في المجالين اللوجستي والعملياتي. لهذا وصفت علاقتهما بانها براغماتيه تخدم الطرفين معا من نيويورك ينضم الينا الدكتور مجيد المحمدي المحلل السياسي الايراني واستاذ في علم الاجتماع مرحبا بك دكتور اسالك الى اي حد استثمرت ايران في تنظيم القاعده؟ oh, it's, uh, it has been two على مدى عقدين من الزمن استثمرت إيران في القاعدة ولا يساورني أي شك بأن الجانبين تعاونا فيما بينهما ويمكن أن نعود إلى مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير المأوى لأعضاء القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو الولايات المتحدة لأفغانستان وكذلك في مجال اللوجستيات فأيران وفرد. بعض الملاجئ لأفراد القاعدة وكذلك هناك معلومات تفيد بأن إيران شاركت في تدريب أعضاء القاعدة وعلاوه على ذلك فان الزعيم الثاني في القاعده عاش في ايران على مدى عقدين ابو محمد المصري قتل في عام 2020 وقد تعاون مع اجهزه الاستخبارات الايرانيه التي غيرت اسمه الى اسم شخص لبناني وكان يدرس في احدى جامعات ايران والسيف العدل المسؤول الثاني في القاعدة هو أو ربما عاش في إيران أو كان في وزيرستان لبعض الوقت ولكن كونه عاش في ايران اعتقد هو احتمال قوي وبالتالي القاده القائده من الصف الاول تعاونوا مع ايران التي وفرت لهم لا سيما فيلق القدس ايران اذا قدمت لهؤلاء كل انواع الدعم وبطبيعه الحال كان هناك بعض التصدع بين القاعده وجمهوريه ايران الاسلاميه لكن باعتقادي ان التعاون بين الجانبين كان اقوى بكثير من تلك التصدعات التي حصلت طيله العقدين الماضيين. دكتور مجيد ما المشتركات ما بين تنظيم القاعده المتطرف وسلوكيات ايران؟ الجمهوريه الاسلاميه في ايران تعتمد المقوله القديمه التي مفادها ان العدو عدوي هو صديقي وبالتالي فان اي جماعه تناهض الولايات المتحده والحضاره العصريه وكذلك الغرب هي او ينظر اليها على انها صديق للجمهوريه الاسلاميه ويتم تعاون بين الجانبين ضد المصالح الامريكيه في المنطقه وقد اعلنت ايران انها ترغب في خروج الولايات المتحده من الشرق الاوسط وهذا ما دعت اليه القاعده إذ... إذن هما تعاونا من اجل تحقيق الهدف ذاته وفضلا عن ذلك وفيما يخص تنظيم داعش فإن لدى الجانبين مصلحة مشتركة فالقاعدة لا ترغب من داعش أن يكون القوة الأساسية للحركة السنية وهذا ينطبق على إيران أيضا بالنسبة للسياسة الاقليمية والأمن في المنطقة فإن لدى ايران الكثير من المصالح المشتركة مع تنظيم القاعدة ولهذه الاسباب كلها فان اعضاء القاعده عاده ما يتم التشاور معهم من قبل ايران او اجهزه الاستخبارات الايرانيه وفيلق القدس تحديدا في بعض الاحيان فالجانبان يتعاونان طيب الى اي حد نستطيع القول بان الثقه موجوده بين الطرفين بحيث كل من القاعده تستفيد من الدعم الايراني والتسهيل الاستخباراتي وكذلك النظام الإيراني يستخدم هؤلاء العناصر من أجل مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وضد الولايات المتحدة مثلا بطبيعة الحال هذا صحيح وأعتقد أن إيران في عقاب عام 2001 عملت أو كانت بمثابة أفغانستان للقاعدة قبل 2001 كان الملاذ الأمن للقاعدة موجودا في أفغانستان ولكن بعد هذا التاريخ تنظيم القاعدة نقل عناصره وكذلك معداته إلى إيران وعاش أعضاء القاعدة قاعدة في ايران بسلام كانوا يتدربون واحتفظت بهم ايران كتهديد للولايات المتحده وكذلك لاستخدامهم في بعض الحالات لتهديد الولايات المتحده واعتقد في بعض الحالات نجحت ايران في ذلك فقد استخدمت تنظيم القاعده من اجل خدمه مصالحها الاقليميه وكذلك المصالح الدوليه واستخدمت ايران ايضا ايران للحصول على الامان شكرا جزيلا لك من نيويورك الدكتور مجيد المحمدي المحلل السياسي الايراني والاستاذ في علم الاجتماع قررت اسرائيل الابقاء على حاله التاهب القصوى على جبهه قطاع غزه حيث اغلقت المحاور الحدوديه واوقفت حركه القطارات ومنعت الاقتراب من المنطقه الحدوديه خشيه من عمليه استهداف من قبل حركه الجهاد الاسلامي التي اعلنت بانها باتت في جهوزيه قتاليه بعد اعتقال اسرائيل احد ابرز قياديها واغتيال احد الناشطين. نحن في المنطقة الحدودية الجنوبية مع قطاع غزة، حال استنفار إسرائيلية واضحة، الجيش الإسرائيلي أغلق جميع المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحدود مع قطاع غزة، انتشر الجيش الإسرائيلي في هذه الحواجز في أكثر من منطقة حدودية لمنع المركبات من الإقتراب إلى الحدود، نظراً لوجود معلومات استخباراتية إسرائيلية وصفت بالساخنة بأن حركة الجهاد الإسلامي تحديداً تريد الانتقام لما حدث في الضفة الغربية المحتلة واعتقال القياد البارز في مخيم جنين من خلال إطلاق صواريخ مضادة للدروع من القطاع أو عمليات قنص لجنود ولمستوطنين كذلك الأمر. وفي اطار حال التاهب نشرت اسرائيل المزيد من بطاريات القبه الحديديه لحمايه المستوطنات والمدن الجنوبيه كما في هذه المنطقه على سبيل المثال الحكومه الاسرائيليه بعد مشاورات امنيه قررت استمرار حال التاهب اياما مقبله على جبهه قطاع غزه ريثما يتم التحقق ما اذا كانت تهديدات الجهاد ستتم بمعنى سيكون هناك تصعيد عسكري لعده ايام على هذه الجبهه ام ان الامور ستعود الى الهدوء قريبا. زياد حلبي الحدث حدود قطاع غزه. اذا مشاهدينا وصلنا الى نهايه الساعه الاولى من الاخبار الليله ونتابع في نهايه هذه الساعه الصور المباشره لوصول اول سفينه حبوب اوكرانيه منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه الى السواحل التركية إذن نتابع هذه الصور التي تردنا بشكل مباشر الصوت والصورة كذلك الآن بشكل مباشر لوصول أول سفينة حبوب أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى السواحل التركية بعد قليل ساعة ثانية سقوط خيرسون اما ماريو الميناء المحاصر بعض الناس لم يجد اي طريقه للخروج من هذه المناطق المدمره ما يحدث حتي علي الحدود البولنديه مليونين و وخمسين الف ومية دخل الاراضي البولنديه حتى الان تم السيطره علي خمسين المئة من مدينة ماريوبل قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب هذا هو الحصار روسيا تحاصر المدن الكبرى الان ايضا وانا اتحدث اليك اسمع انفجار اخر في هذه اللحظه روسيا بدات تستعمل صواريخ استراتيجيه اسكندر موضوع واشنطن منذ اليوم الاول لانها استطاعت ان تشكل تحالفات ان كان هناك اي اجراءات اقتصاديه تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمه العقوبات الرابعه الخامسه على الطاوله كان يوما طبيعيا او يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظه تسبق الخبر بقليل ثم يبدا حدث يؤثر على حياه الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الانسان محور الحدث بين مساء امس على الساعة السادسة صباحا إلى فجر اليوم الساعة السادسة صباحا الستين حارقا في مختلف جهات البلاد السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولاً هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيراً لما يمكن أن تقدم عليه حالة على ماذا في الأيام القادمة؟ الرئيس قيس السعيد قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لابناء الشعب التونسي، بعض الاصوات عالت مجددا وتطالب بالمحاسبه والاستجابه لاداه الثوره، هل بالنسبه اليك واضحه عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو اليه الرئيس قيس سعيد ام كما يصفها البعض أنها غامضه؟ هناك من يريد ان يجعلها سياسه الارض المحروقه في تونس كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الان؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على اخر ما يهمنا ان نبقى نقطه تواصلك مع الاحداث 24 ساعه من مكان الحدث من قلب الحدث بالدقه والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم عليك ان تحصل على المعلومات الصحيحه الحدث. تواصل رئيس واعضاء مجلس القياده الرئاسي في اليمن للعاصمه المؤقته عدد. عقدت الحكومه اليمنية اول اجتماع لها بحضور جميع اعضائها ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامه؟ الواقع اليمني سيدتي معقد بشكل كبير. قاعدة وداعش لا يعملان منفصلان عن الجماعة الحوثية. نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجة وفقا لمعطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم. ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار صنعاء مرة أخرى؟ عدن على موعد جديد للقيام بدورها كعاصمة مؤقتة. نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيكبرون على السلام هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة برأيك من أين ستكون البداية؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث دي على الترددات التالية مبادرة الكاظمي تخرق تصلب المواقف الصدر على اسوار البرلمان وتغريدات غريبه من الاطار. اهتمام عالمي بمقتل عقل القاعده المدبر وخليفته يعيد العلاقه بين ايران والارهاب الى الضوء. زيارات متتاليه ليبيه الى تركيا. طاوله النقاش تشمل ملف الحكومه وخلافات القاعده الدستوريه موجه غضب في لبنان ميشيل سماحه صندوق بريد النظام السوري المتفجر خارج السجن بعد التهديد والوعيد والحشد العسكري الصيني نانسي بلوسي في تايوان اهلا بكم الى تركيا كانت الوجهه والهدف حل ازمه الحكومه وخلافات القاعده الدستوريه وبحث ملف المرتزقه والميليشيات عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي في زياره هي الاولى من نوعها الى تركيا في اطار التحسن الذي طرا مؤخرا على العلاقات بين الطرفين بالاضافه الى خالد المشري المنتخب حديثا للمره الخامسه على راس مجلس الدوله وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي كل هؤلاء التقوا في اسطنبول وعقدوا اجتماعا مغلقا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الا في غرده وقال ان اللقاء كان كاشفا عن ان الاتفاق على الحفاظ على وحده ليبيا والاسراع في اجراء الانتخابات من خلال التشريعيات اللازمه والتشريعات كذلك عبر حكومه واحده قويه والتاكيد على استبعاد الحل العسكري. قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح ان اولويه الحكومه المكلفه من البرلمان برئاسه فتحي باشاغه هي ضمان اجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في البلاد وفي بيان صادر عن المركز الاعلامي للبرلمان اكد صالح انه من الواجب ترك جميع قنوات الحوار مفتوحه من اجل احلال الاستقرار والسلام في ليبيا البيان اشار الى ان زياره رئيس البرلمان تناولت المباحثات تطوير العلاقه الثنائيه بين البلدين لا سيما على مستوى التعاون البرلماني ولفت البيان الى ان الحفاظ على وحده الاراضي الليبيه يستحوذ على اهميه بالغه بالنسبه لتركيا. من اسطنبول ينضم الينا مراسل حدث زيدان زينكلو مرحبا بك يا زيدان تفاصيل هذه الزياره وجداول لقاءات المسؤولين الليبيين نعم الزيارة طبعا عقيلة صالح وصل إلى أنقرة مساء أمس الإثنين اليوم التقى برئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أيضا انضم إليه عبد الله اللافي وفي وقت متأخر من هذا اليوم وصل أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طبعا كان هناك اجتماع مغلق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصادر ليبية متعددة تحدثت عن أن الاجتماعات ركزت على قضايا ثلاث أو ثلاث قضايا طبعا أو ثلاث قضايا القضية الأولى كانت الإطار الدستوري للانتخابات وأيضا القضية الثانية هو الخلاف بين مجلسي النواب والدولة وأيضا القضية الثالثة حل حلت الأزمة الحكومية ما بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب وبين حكومة الوحدة الوطنية طبعا مصادر مقربة من عقيلة صالح كانت تحدثت عن رغبته في هذه الزيارة بإنهاء ملف الانتخابات وتقريبا وجهات النظر مع المشري وحل حالات القضايا العالقه بين الجانبين ايضا كان هناك رغبه من صالح بحسب مصادر مقربه منه بمحاوله الاستفاده من النفوذ التركي والضغط على المجموعات المسلحه في طرابلس والغرب الليبي في محاوله ربما ل دخول او استلام او الحكومه المكلفه من مجلس النواب ببعض المهام في العاصمه وبالتالي تقريب وجهات النظر. بالمحصله حسين اذا تحدثنا عن هذه الزياره طبعا لا شك انها زياره لافته والاولى لعقيله صالح كانت تحاول تقريب وجهات النظر والاستفاده من الدور التركي في ليبيا في محاوله لدفع ملف الانتخابات الى الواجهه مجددا كما ذكرت هناك كان حديث عن المقاتلين الاجانب لكن موضوع ملف الانتخابات وحلحلة الخلافات مع بقية الأطراف كان هو الملف الأبرز على الطاولة وفي الاجتماع المغلق مع أردوغان الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الأتراك. طيب زيدان بدي أو أريد سؤالك فيما إذا كانت هذه الزيارة يعني تستمر لأيام بحسب المعلومات التي تصلكم وفيما إذا كانت هناك مبادرة تركية من أجل طاولة حوار في الداخل التركي حتى الآن موضوع طاولة الحوار لا توجد مبادرة تركية رسمية لكن كان هناك كما ذكرت كان هناك محادثات مع عقيلة صالح هذا اليوم بدأت مع رئيس البرلمان عندما كانت الأجواء إيجابية ومحاولة تقريب وجهات النظر مع المشري هذا استدعى بحسب مصادر مقربة من صالح إلى وصول المشري في وقت لاحق إلى أنقرة للمشاركة في هذه المحادثات هناك تفاؤل نوعاً ما بأجواء هذه هذه المحادثات التي وصفتها بعض المصادر الليبيه بانها وصلت الى مرحله متقدمه من الاهميه والجديه لذلك شاركت فيها او شارك فيها ايضا خالد المشري. نعم. طبعا لا نتحدث الان عن طاوله حوار، نتحدث عن جهود تقريب وجهات النظر بين الاطراف ومحاوله الاستفاده من الدور التركي في ليبيا لحلحله بعض القضايا، وكما ذكرت القضيه الاهم كانت هنا هي موضوع الانتخابات الخلافات بين مجلسي الدوله والنواب وايضا ايضا الحكومه المكلفه من مجلس النواب وبين حكومه الوحده الوطنيه شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل الحدث الزميل زيدان زينكلو من تونس ينضم الينا الكاتب السياسي الليبي عز الدين عقيل مرحبا بك استاذ عز الدين هل يمكن القول بان انقره تستطيع ان تلملم شعث ما فرقته الخلافات السياسيه بين الشخصيات الليبيه؟ تحياتي واحترامي استاذ حسين لكل مرحبا بك استاذ عز الدين. شوف استاذ حسين بعد ان اعلنت الامم المتحده افلاسها رسميا ومعها الولايات المتحده وبريطانيا بخروج ستيفانيا ويليامز وهي تجر ذيول الخيبه، خيبه انهيار خارطه طريقها وفشل الانتخابات التي كان السبب الرئيسي في فشلها الخلاف الامريكي الانجليزي الروسي حول مشاركه سيف القدافي وبعد أن خرجت ستيفاني ويليامز من ليبيا وقد أعادتها إلى التوازي الحكومي من جديد ولكن بصورة أخطر نحن نعرف بأن ستيفاني ويليامز استلمت ليبيا وهي تعاني من ثنائية التوازي الحكومي بين تني والسراج وها هي قد أعادتها إلى التوازي الحكومي بين آغا وعبد الحميد أو دبيبة وأعتقد أن هذا التوازي أخطر لأن تني كان مقعمز في الشرق والسراج كان في الغرب وكانوا راضين بهذه القسمة بينما اغا ودبيبه يتصارعان على نفس العنوان، على نفس المبنى، على نفس الشارع، على نفس المدينه. هي ايضا تركت خلفها حشود عسكريه ميليشيوية غايه في الخطوره وتوتر كبير وكبير جدا. عندما طبعا ستيفاني ويليامز بلغت الولايات المتحده قبل اسبوعين تقريبا بانها لن تتحمل المزيد من تلويه نفسها وربما تحمل هذه الاخفاقات المستمره. عندها الولايات المتحده الامريكيه ارسلت مندوبا مخابراتيا الى الى انقره وهناك تحدث الى الاتراك لكي يقوموا بهذا الدور لانهم هم الاكثر تاهيلا. الدور التركي يتصاعد بشكل كبير على كل الموائد الدوليه. الاتراك تقريبا يمسكون بكل الاطراف المتناقضه ويمسكون بكل الاطراف المتناقضه في الوقت الذي يحافظون فيه على تراكمات خبره وعلاقات جيده مع كل طرف من هذه الاطراف. يعني علاقة الامريكان بالروس اللي هم طرف رئيسي في ليبيا جيده، علاقة الاتراك بالامريكان والانجليز اللي هم النقيض الاخر، علاقة الاتراك بالاخوان المسلمين الذين يشكلون العقبه الاخطر والعقبه الكاداء في طريق السلام والاستقرار في ليبيا. ايضا هم على علاقه كبيره مع قطر مع الجزائر، الان فتحوا ابواب جديده في علاقات جديده مع مصر والسعوديه والامارات، وبالتالي اصبحت فعلا الان تركيا هي التي يمكنها ان تقوم بدور كبير وكبير جدا ولكن تم تعقب امام هذا الدور سنتحدث عنها في ظني ان الولايات المتحده الامريكيه سعت الى دفع تركيا للمشاركه لانها تخشى كل الخشيه من ان تورط قوات الفاغنر او روسيا او بوتن ليبيا في حرب كبيره تقيد من خلالها البنى التحتيه لـ 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 لانتاج النفط الولايات المتحده الان والاتحاد الاوروبي يشعرون بالرعب برعب حقيقي من خسارتهم لاي قطره نفط تذهب باتجاههم. الان الشعوب الاوروبيه تكاد تشعر برعب حقيقي من اقتراب الشتاء. ايضا الشعوب الاوروبيه كثير منها ربما يستعد للنزول في مظاهرات ضخمه ضد شعوبهم. هناك كتاب صحفيين كبار في الاتحاد الاوروبي باتوا يطالبون دولهم بتجميد عضويتهم في الاتحاد الاوروبي لكي يفلوا من الالتزامات التزامات هذا الاتحاد حتى لا يكونوا امام ماساة طاقه حقيقيه، كل هذا سيضع العالم امام مشكل كبير لو ان اكثر من مليون و750 الف برميل الى جانب الضغوط التي تقوم بها الولايات المتحده من اجل رفع طيب. انتاج النفط الليبي ولو بالضخ الجائر ما هي, هي العراقيل استاذ عز الدين اذا سمحت لي؟ فعلا جرجروا نعم. ليبيا الى حرب كبيره طيب. ما هي العراقيل التي تحول دون ان تستطيع انقره فعل شيء فيما يخص جمع هذه الاطراف؟ قلت لي سنتحدث عنها. انا مستعجل كي اسمع. روعتك يا استاذ حسين. أنا مستعجل كي أسمعها منك نعم. شوف أستاذ حسين نعم المشكلة الكبيرة والكبيرة جدا هي رغبة الإخوان المسلمين ممثلين بالمشري ومن معه في إنتاج قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي الاخوان المسلمين حتى الان وهدي على اتحاد اعترف بها ريتشارد نولاند قبل ايام واعترفت بها ستيفاني ويليامز عندما قالت بان كل المشكله الليبيه الان هي في معايير ومواصفات الشخص الذي يريد ان يترشح للانتخابات الرئاسيه ما يعني ان المعايير التي ت... الذي يريدها الاخوان المسلمين هي فعلا معايير اقصائيه معايير تقوم على عزل سياسي هم لا يريدون ان يروا سواهم على ساحه الانتخابات هم يشعرون برعب حقيقي من خلال ما جرى في تونس ومن خلال ما جرى في مصر من ان شخصيات قويه قد تصل الى سده الحكم ويمكنها فعلا ان تعيد هذا السيناريو من جديد معهم وبالتالي هم لا يريدون لا يناموا بين القبور بالقبور ولا يروا منامات مزعجه هم يريدون اقصاء كل من يخشونه فقط سيسمحون لاولئك الاشخاص الذين قد يرتبطوا معهم بعلاقه انتهازيه ربما حتى يدفعونهم للامام وايضا الاشخاص المحسوبين عليهم بالتالي إلى أي مدى يمكن لأردوغان أن ينجح في إقناع المشري أو جماعة الإخوان المسلمين هذا إذ لم يكن هذا الطلب جاي من الأصل من تركيا ومن أردوغان إلى أي مدى هو سيقنعهم بأن يفسحوا المجال أمام مصالحة سياسية حقيقية تجعل كل الليبيين يشاركون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون إقصاء ودون تهميش ودون استخدام لمعاول العزل السياسي كما هي عادتهم في ليبيا وبالتالي اعتقد ان هذه العقب طيب. العقبه حتى الان، المشكله ان السيد عقيدة ولكن استاذ لا يريد اي نوع من الاقصاء طيب استاذ عز الدين كذلك طيب. لابد ان اسالك بالدقيقه المتبقيه نسمع كثيرا في الاونه الاخيره سمفونيه بان حكومه فتحي باش آغا يجب ان تقوم بعملها على الارض من البرلمان هل هي مقدمات التنازل عن هذه الحكومه او التراجع عن ذلك؟ شوفوا أستاذ حسين أعتقد أن ذهاء أردوغان وذهاء بعض الأطراف الدولية هو ذهاء فعلا في محله هم يريدون بداية حل مشكلة القاعدة الدستورية إذا استطاعوا أن يقنعوا الإخوان بهذا واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى قاعدة دستورية تكون مقبولة من كل الليبيين عندها تصبح الحكومة تحصل حاصل نحن ربما نجد عندها أن بشاق نفسه اعتذر لأنه لا أعتقد أن بشاغة أيضا من النوع الذي يمكن أن يرضى بأن يقود حكومة لبضعة شهور يعني لو حلوا القاعدة الدستورية ووجدوا واحدة مقبولة من كل الليبيين وحددوا الانتخابات بعد أربعة أو خمسة شهور أنا أقول لك بكل يقين بأن بشاغة سيرحل بنفسه ويقول بأنني لن أكون لحكومة فقط لبضعة أشهر وسوف اما يراهن على الانتخابات الرئاسيه او يراهن على اي انتخابات برلمانيه قادمه لكي يكون رئيس حكومه برلمان جديد يتمتع بخمس سنوات او ست سنوات من الحكم، وبالتالي اعتقد انهم طالما يراهنون على القاعده الدستوريه لانهم يعتقدون فعلا بانها ستحل الاشكال على الصراعات الحكوميه من جذوره، متى ما وصلنا الى قاعده دستوريه مقبوله من كل الليبيين فان مشكله الصراع الحكومي سوف تنتهي حالا وفورا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من تونس الكاتب السياسي الاستاذ عز الدين عقيل الاخبار الليله مستمره وفيها بعد قليل تمديد هدنه اليمن مده شهرين اضافيين والحكومه ترحب سلسلة هجمات صاروخية قامت بها إيران مستهدفة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ماذا يعني انسحاب الصدر من الحياة السياسية؟ اليوم التيار الصدري أثبت بأنه صاحب مشروع وليس طالب للسلطة هل انسحاب كتلة الصدرية انسحاب نهائي أم انسحاب تكتيكي؟ هل رجل مثل الصدر إذا تلقى تهديد من طهران ممكن ينسحب بهذه الطريقة؟ المد الصدري منذ ذاك الوقت معروف أنه لا يستكين لا للسلطات ولا للأطراف الخارجية ومنها إيران هل حسم الديمقراطية الكردستاني قراره فيما يتعلق بالتحالفات في البرلمان؟ المشكلة ليست فقط في البيت الشيعي المشكلة هي مركبة أيضا في داخل البيت الكردي تصعيد من قبل مسعود برزاني على أن الإقليم بني بالدم وسيحميه بالدم هذا التصريح رفع سقف التخوفات كثيرا إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح عند هذا الحد من التخوف نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينة كان يتساقط علينا وما عرفنا حنا الا احنا رايحين على المستشفى فزع على الارض رعب من السماء طفوله يسرقها الجوع امل قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز واطفال فرون من الجحيم باحثونا عن المجهول بكم من جديد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندربيرج أن طرفي النزاع اتفقا على تمديد الهدنة مدة شهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها مشيرا إلى أن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف المتحاربة بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تهدئة موسع في أسرع وقت وذكر بيان المبعوث الأممي أن مقترح الهدنة الموسع سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وكذلك فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة، وقال ان من شان الاتفاق الموسع ان يوفر فرصه للتفاوض على وقف اطلاق نار شامل وعلى القضايا الانسانيه والاقتصاديه وللتحضير لاستئناف العمليه السياسيه للوصول الى سلام مستدام وعادل وكشف انه خلال الاسابيع المقبله سوف يكثف انخلاطه مع الاطراف لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزامات الاطراف بالهدنه وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل الى ميناء الحديده كما ينص عليه اتفاق الهدنه ومن المهم ايضا احراز تقدم حول فتح طرق تعز وفي محافظات اخرى لتسهيل حريه اليمنيين رحبت حكومه اليمن الشرعيه باعلان المبعوث الاممي تمديد الهدنه لشهرين اضافيين وفق البنود السابقه حتى الثاني من اكتوبر 2022 والذي جاء بعد التشاور مع الحكومه وموافقتها، الحكومه ذكرت بان الهدف الرئيسي للهدنه هو ايقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابيه وتسهيل حريه حركه المدنيين وكذلك السلع وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة إلا أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز من قبل الميليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية من عدن ينضم الينا وكيل وزاره الاعلام اليمنيه الاستاذ اسامه الشرمي مرحبا بك استاذ اسامه الحكومه وافقت على تمديد الهدنه هل ثمة شيء مختلف هذه المره اليات لمراقبه الخروقات أمسي عليك وعلى ساده المشاهدين طبعا عزيزي حسين مرحبا كان هنالك طرح مختلف من قبل المبعوث الاممي يفترض بان تكون هنالك عمليه تهدئه موسعه تشمل سته اشهر من الهدنه تقوم خلالها عمليه تفاوض مكثفه تفضي في نهايه الامر الى احلال السلام في اليمن ميليشيا الحوثي تعنتت في شروطها ومقترحاتها وتهربت من التزاماتها حتى السابقه في الهدنه المقرره بشهرين وبالتالي الجديد في هذه المرة أن الهدنة قددت أو وفقا للشروط والاحترازات السابقة نفسها فيما لم تنفذ ميليشيا الحوثي أي من التزاماتها هذه السابقة نحن نطالب الآن المجتمع الدولي بأن تكون هذه الشهرين وهو يدعو إلى هدنة موسعة أن تكون هذه الشهرين بوابة لإقناع جماعة الحوثي وتنفيذ الالتزامات التي عليها، فتح الحصار عن تعز، إطلاق سراح الأسرى، دفع رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها، كل هذه الأمور التي بالإمكان أن تفضي إلى عملية سلام حقيقية، لكن حتى هذه اللحظة لا تمتلك الأمم المتحدة إلا إعلان هدنة مؤقتة لا توصلنا في نهايه المطاف الى تحقيق اي هدف حقيقي، كل ما من شانه تحقيق السلام ستوافق عليه الحكومه الشرعيه، كل ما من شانه وقف نزيف الدم اليمني ستوافق عليه الحكومه الشرعيه، كل ما من شانه اشعال الحرب هو ما ستقوم به ميليشيا الحوثي وهذا ما نخشاه، هذا ما نخشاه ان لا توفق الامم المتحده في اقناع الحوثيين او الزامهم به وهي لا تمتلك كثير من اوراق الضغط، نحن نعرف هذا الكلام ولكننا حتى الان نتلقى الوعود تلو الوعود والتي لا تعدو عن كونها مجرد كلام او حبر على ورق لا ينزل الى حيز التنفيذ على الواقع. طيب استاذ اسامه فيما يخص فتح الطرق هل حصل المبعوث الاممي على شيء في هذه القضيه لذلك تمت الموافقه على تمديد الهدنه؟ طبعا تمت الهدنه وفقا للاشتراطات السابقه. اعود بك او اضع الاشتراطات السابقه فورقنا. تنص على فتح الطرق ولكنها لم تفتح انا اعرف القصه عدنا الى شهر ابريل نعم. وكاننا لم نتجاوز نقطه اقناع الحوثيين بفتح الطرقات كاننا لم نحقق كاننا لم نخض هدنا لمده شهرين سابقين ستين يوم كان هذه المده اقتطعتها الامم المتحده من تاريخ اليمن وعدنا الى النقطه السابقه وبأن هنالك مساعي ستكون لاقناع الحوثيين بفتح الطرقات حول تعز وفقا للاشتراطات وفقا لل السيناريوهات السابقة سنستمر سنستمر في هذه الإجراءات المؤقتة كما أسلفت التي تهدف إلى حقن دماء اليمنيين حرية تنقلهم بين المناطق التي سيطرون عليها تخفيف وطأة الحرب على المواطن اليمني ولكن ميليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة تهرب لم يتحقق أي جديد على المستوى الدبلوماسي ما بين الأمم المتحدة وما بين جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة لم تستطع أن تقنع ميليشيا الحوثي فك الحصار عن تعز الا وفقا لذات الالتزامات السابقه، ولم طيب. توافق الحكومه الشرعيه الا وفقا لذات الالتزامات السابقه، وبالتالي لن تكون هنالك عمليه سلام موسعه او هدنه موسعه كما تريد الامم المتحده الا اذا تم فتح الحصار عن تعز واطلاق سراح الاسرى كل الاسرى والمخفيين والمعتقلين والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، ولن تكون هنالك عمليه سلام شامله ما لم يتم دفع رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، طيب. وما لم هنالك عمليه تهدئه حقيقيه في الجبهات. كل الهدن السابقه استاذ اسامه، أه انت تتابع نعم أه ياتيكم سؤال بالنسبه للحكومه الشرعيه بان الطرف الحوثي، هذه الميليشيا الانقلابيه، تستثمر في تجميع صفوفها، في اعطاء عناصرها استراحه، ولا نيه لديها لبناء عمليه السلام في الداخل اليمني. هذا معروف بالنسبه للجانب الاممي استاذ اسامه؟ معروف بالنسبة للجانب الأممي وحتى لا أخفي ولا أخفي على السادة المشاهدين الجميع يتحضر لمرحلة ما بعد الهدنة سواء ميليشيا الحوثي أو الحكومة الشرعية المسألة تمضي على قدم وساق لا تعتقد ميليشيا الحوثي بأنها قادرة على استغلال عملية السلام الحالية للتهيئة لعملية انقضاض على الحكومة الشرعية الكل يتهيأ وما تشكيل مجلس القيادة الرئيسي إلا جزء من هذه التهيئة هذه التاهيل التي ستفضي في نهايه المطاف الى توحيد الجهود في مواجهه ميليشيا الحوثي على ميليشيا الحوثي ان تعقل حتى مساله التغييرات فيما يخص المؤسسه المؤسس العسكريه بتوص الاخيره استاذ اسامه هنالك اجراءات في الدمج، هنالك اجراءات في الهيكله، هنالك اجراءات على المستوى السياسي ما بين اعضاء مجلس القياده الرئاسية الذين يمثلون كافه القوى اليمنيه الفاعله في مواجهه الحوثي. المساله ليست يعني الهدنه لن تكون بوابه عبور للحوثي لاحتلال المناطق المحرره، الهدنه لن تكون بوابه عبور للحوثي حتى يهدم معنويات الشعب اليمني، الكل يتحضر لمرحله ما بعد الهدنه وعلى الامم المتحده ان تعي هذه المساله، لن تكون مرحله ما بعد الهدنه كما مرحله كما كسابقاتها وبالتالي نحن نعرف ما الذي ترمي او ما الذي تذهب اليه ميليشيا الم... الحوثي من خلال موافقتها على هدن مؤقته، هي تريد الانقضاض على الشعب اليمني والشعب اليمني يريد الانقضاض عليها. وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى عملية سلام حقيقية تفضي في نهاية المطاف إلى حق دماء اليمنيين وإحلال السلام في اليمن ما لم فالكل يتحضر المعركة الحاسمة طيب قريبة هذه المعركة بأقل من دقيقة برأيك إن لم يلتزم الحوثيون بما وصلت إليه الأمور من قبل الأمم المتحدة هناك هنالك موعدين معلو معلومان او مع موعدان معلومان معلومان هناك موعدان معلومان اذا لم توافق موعدان معلومان نعم الموعد الاول هو بعد 60 يوم اذا لم توافق ميليشيا الحوثي على عمليه سلام موسعه حقيقيه كما تريد الامم المتحده والموعد الثاني هي فشل المفاوضات ما بين آه الغرب وايران حول الملف النووي الايراني ستفجر ميليشيا الحوثي هذه الحرب والذي يجب ان نكون مستعدين لها شكرا جزيلا لك من عدن وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأستاذ أسامة الشرمي 13 عشرة سنة قضاها الوزير السابق ميشيل سماحة المقرب من النظام السوري خلف القضبان وهو الذي اعترف بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات أخلي سبيل سماحة بعدما هزت قضيته الرأي العام اللبناني خصوصا أمام فيديو تم عرضه سابقا يعترف به بمخططه استهداف مرجعية دينية وسياسية بارزة وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في 2016 أصدرت محكمة التمييز العسكري حكمها النهائي والمبرم بسجن سماحة لهذه المدة بتهمة نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان بغرض استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين وذلك بعد اعتقاله في أغسطس 2012 ثم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة. وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه لنقل متفجرات من سوريا بنية تفجيرها في لبنان وكان اسمحها قد أخلي سبيله لقرابة ثلاثة أشهر في الرابع عشر من يناير 2016 مقابل كفالة مالية قدرت ب 150 مليون ليرة لبنانية قبل أن يعاد إلى السجن مجددا بعد الحكم الأخير أنا قلت لك في شيوخ عم تحضر شيوخ سنة. شو؟ ما عم يحضروا <applause> العلوية كان على أساس نروح عليهم بالأول ما بنروح عليهم هلا. بس بضل عم بجرب يعني إذا بدك أرصد محلات ممكن نعدل تنروح على الخطة الأولانية مثلاً. <applause> خليني على خلينا على هلا. بس المشايخ سنة اذا طلعوا ضربنا بدنا نشيلهم. خصوصا الزعران. وخصوصا الزعران. يعني الا عبد العاد وخالد الظاهر وجماعته. ايه بس شوف خمسمية. لون اسود شفتوا العنوان. ايه. وثاني يوم اجى اخذ السيارة وجاب ورد ورد وحط أعرب مغردون اللبنانيون عن غضبهم من خروج الوزير ميشيل سماحة من السجن بعد قضاء فترة عشرة أعوام وتجريد سماحة من كامل حقوقه المدنية البداية مع المغرده فرح قاسم التي اشارت الى ان خروجه من عدمه واحد وصفه ميشيل سماحه بالمجرم على حد تعبيرها اما سامي خداج فقد اكدت من خلال حديثها انه ليس من البعيد رؤيه سماحه عضوا في المجلس النيابي ووزيرا بالحكومه خاصه ان المجلس يضم في عضويته اشخاص متهمين بتفجير مرفأ بيروت بدورها وصفت المغردة سارة سبيعي أن لبنان ليس في حاجة لأمثال ميشيل سماحة باعتبار أن الرجل خبير في المتفجرات وفق قولها من ناحيتها قالت المغردة بولينا كارلت أن القضاء على القضاء الذي يفرج عن شخص إرهابي ومجرم مثل ميشيل سماحة لا يمكن الثقة فيه مشددة أن السياسيين في لبنان بأنهم لا يحاكموا وأخيرا وصف المغرد الرعد أن هناك مفارقات تتعلق بمحامي ميشيل سماحة صخر الهاشم الذي يعتبر أيضا محامي أصحاب المصارف من بيروت لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي طوني أبي نجم مرحبا بك أستاذ طوني أريد منك تعليقا أوليا على مسألة خروج الوزير ميشيل سماحة نعم سيد الكريم لابد من ان نلفت النظر الى ان ميشيل سماحه وان خرج بكل اسف من السجن الا انه سيبقى مجردا من حقوقه المدنيه اي بمعنى اخر لا يمكن بعد اليوم لميشيل سماحه ان يشارك في الحياه السياسيه من خلال اي منصب رسمي في الدوله اللبنانيه هذا اولا اما في المضمون والوقائع فيجب ان نعود بالذاكره إلى أنه لو ترك الأمر للمحكمة العسكرية لكان ميشيل سماحة خرج منذ زمن هو تم إلقاء القبض عليه في العام 2012 ولكنه خرج في العام 2016 بسبب الحكم المخفف ولولا يعني مجموعة الضغوط التي مورست اعتراضا على حكم مخفف لمجرم من هذا النوع لما كان تم تعديل الحكم الى يعني بمحكمه التمييز العسكري الى 13 سنه 13 سنه يعني عمليا في السنوات الحكميه الفعليه هي مجموع 10 سنوات ولذلك خرج اليوم الموضوع كله يتعلق بامرين اساسيين الامر الاول الدور الذي لعبه الثنائي اللواء اشرف ريفي واللواء الشهيد وسام الحسن هذا الدور الذي يعني كان محوريا لجهة مواجهة نظام بشار الأسد وأجرامه ومحاولته يعني تفجير الساحة اللبنانية وهذا الأمر كان مدعوما بشكل مباشر من حزب الله جميعنا يذكر كيف كان ميشيل سماحة محميا من حزب الله لا بل يمكنني أن أشهد على أمر أنني يوم اعتقال ميشيل سماحة تواصلت مع اللواء الشافريفي فجر ذلك النهار لأسأله ماذا يجري في محيط مشال منزل ميشيل سماحة قال لي رجاء لا تنشر أي شيء نريد أن نتمكن من إيصاله بأمان إلى المديرية العامة للقوى الداخلي كان سمة خوف من أن يتدخل حزب الله على الطريق وبالتالي كان ميشيل سماحة في جو محمي من حزب الله في الم... يعني من جهة الدور الذي لعبه اللواءين أشرف ريفي ووسام الحسن ومن جهة ثانية الدور الذي كان يلعبه حزب الله النظام السوري أمثال جميل السيد وغيرهم من أجل تسهيل مهمات النظام السوري الذي ارتكب أيضا مجزرتي مجزرة التقوى والسلام في طرابلس وغيرها من الاعتداءات وبالتالي في القراءة السياسية خروج ميشيل سماحة اليوم يعني يصادف في هذا التوقيت يتناغم بكل أسف مع جو نوع من الغلبة أو نوع من التقدم لمحور الممانعة في لبنان ولكن هذا لا يجب ان يحبط اللبنانيين طيب. يجب على العكس منعكس ذلك استاذ اذا سمحت لي. في مواجهه هذا المحل. طيب منعكس ذلك على الساحه اللبنانيه الداخليه الان نعم الموضوع يجب ان يتركز حول شقين اولا هل من لزوم لادوار مماثله التي كان يلعبها ميشيل سماحه لا اعتقد ان ثمه حاجه السبب بكل اسف ان حزب الله بات يقوم بكل ما يريده بنفسه وبات أقوى من الدولة وبات يتحكم بمسار الأمور بالتالي خروج ميشيل سماحة بات أمرا تفصيليا أو سنويا لأن المواجهة الأساس اليوم يخوضها اللبنانيون مع حزب الله الذي يمارس كل أنواع التجبر والاستقواء على اللبنانيين يصبح موضوع ميشيل سماحة رمزيا معنويا إنما لا علاقة له بالمواجهة الكبرى التي نخوضها كلبنانيين بوجه حزب الله الذي بات يتحكم بمفاصل اللعبة ليس فقط في الداخل إنما يضع نفسه في مواجهات إقليمية تكاد تودي بالبلد إلى كوارث كبرى شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أبي نجم وثاني يوم اجى اخذ السياره جاب ورد انا قلت لك في شيوخ عم تحضر شيوخ سنه يعني قبل ما العلويه كان على اساس نروح عليهم بالاول ما بنروح عليهم هلا على بس بضل عم بجرب يعني اذا بدك ارصد محلات ممكن نعدل تنروح على الخطه الاولانيه مثلا خليني على خليني على هلا بس المشايخ السنة اذا طلعوا بضربنا بدنا نشيلهم خصوصا الزعران وخصوصا الزعران يعني ألعب عبد العاد وخالد الظاهر وجماعته بسنيها الثمانين وخطواتها الهادئه رفعت رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بولوسي حالة التوتر بين بكين وواشنطن إلى مستويات غير مسبوقة فزيارة أرفع مسؤولة أمريكية تاريخية إلى تايوان استفزت كبرياء الصينيين فاعتبروا الخطوة خيانة لمبدئهم الصين الواحدة التهديدات والتحذيرات الصينية المتواترة منذ أيام لم تمنع بيلوسي من زيارة تايوان لكن هذه التهديدات بدأت تترجم على الأرض بتحركات عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان الجيش الصيني أعلنها صراحة سنشن هجمات عسكرية ردا على الزيارة أما تايوان التي تتأهب منذ أيام فقد أمرت جيشها بالاستنفار والرد على أي استفزازات أو اعتداء صيني بيلوسي لم أرض تايوان بدون حماية عسكرية فمن اليابان انطلقت طائرات F-15 باتجاه تايوان وفي البحر قريبا من الجزيره اربع حاملات طائرات امريكيه وثلاث غواصات وعشرات السفن الحربيه فحمايه ثالث اهم مسؤول امريكي بعد بايدن ونائبته تعتبر امنا قوميا للبنتاغون لكنها في اعتبارات بكين اهانه للتنين الاحمر وهي استهداف لكرامته تحركات وتهديدات صينيه وصفت بالاستفزازيه استبقت زياره رئيس مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي المحتمله الى تايوان والتي بالفعل هي وصلت وفي وقت قلل خبراء من شان هذه التحركات التي لن تتعدى بحسب قولهم استعراض القوى الا ان ارضيه المواجهه اشتعلت بالفعل حيث حذرت الصين الولايات المتحده من دفع ثمن بحال اتمام الزياره محذره اياها من اللعب بالنار واجرت تحركات عسكريه قرب حدود تايوان تمثلت بنشر اليات عسكريه وصاروخ ناقل للحاملات وقاتل حاملات الطائرات وهو اول مركبه انزلاقيه تفوق سرعتها سرعه الصوت، كما نشرت فيديوهات على الانترنت تظهر صواريخ تدمر اهدافا عده كرساله لتايوان والولايات المتحده هذا وحلقت طائرات صينيه قرب الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، رغم ان طائرات من الجانبين لا تعبره عادة هذا هذه المنطقة من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية تعزيز مستوى الاستعداد القتالي ونيه ذلك نشر القوات على نحو ملائم ردا على التهديدات هذا الاستنفار العسكري على الجهتين رافقته تمركزات لاربع سفن حربيه امريكيه بينها حامله الطائرات رونالد ريغن في المياه شرق تايوان بعمليه انتشار قالت واشنطن انها اعتياديه ورغم استبعاد خطر نشوب نزاع مسلح ضئيل الا ان مسؤولين امريكيين اكدوا التاهب لاستعراض قوه محتمل من الجيش الصيني قد يشمل اطلاق صواريخ بمضيق تايوان او خروقات جويه واسعه النطاق وفي وقت اكدت واشنطن ان نانسي بيلوسي وحدها من تقرر الزياره من عدمها استبعدت كذلك تعرضها لاستهداف مباشر. يذكر ان الصين تعتبر تايوان جزءا من اراضيها واكدت مرارا رغبتها باستردادها بالقوه ان اقتضى الامر. فيما واشنطن تعترف بحكومه صينيه واحده هي الموجوده في بكين من جهه وتستمر بدعم تاييدها من جهه ثانيه تحت ما يوصف بدبلوماسيه الغموض الاستراتيجي لكنها لم تعلن ان كانت ستدافع او لن تدافع عسكريا عن تايوان في حال تعرضت لاجتياح صيني قالت وزاره الدفاع الصينيه ان الجيش الصيني في حاله تاهو بعد زياره رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي الى تايوان. واكدت في بيان ان الجيش الصيني سيشن عمليات عسكريه ردا على زياره بيلوسي واشار الجيش الصيني الى انه سينفذ مناورات بالذخيره الحيه في ست مناطق حول تايوان اعتبارا من اليوم. من واشنطن ينضم الينا الدكتور فراس مقصد استاذ العلاقات الدوليه في جامعه جورج واشنطن من بكين انضم الينا الكاتب الصحفي نادر رونغ مرحبا بكما دكتور فراس ما تبعات هذه الزياره التي تمت بالفعل لرئيسه مجلس النواب الامريكي نعم أعتقد أن هنالك مقاربة استراتيجية لما يحدث اليوم ولكن هناك أيضا مقاربة تعتمد على المتغيرات السياسية الداخلية في كلا البلدين هنالك انتخابات نصفية هنا في واشنطن في نوفمبر نانسي بولوسي طبعا عينها على الانتخابات ويعني الوعود الذي قطعتها للناخبين الامريكيين بالدفاع عن الديمقراطيه وردع محاوله ردع الصين هنالك ايضا يعني في المشهد الاستراتيجي محاوله لردع التنين الصيني وبالاخص باخذ بعين الاعتبار ما يحدث في اوروبا ويعني الاستراتيجيات الأمريكية المعلنة منذ سنة 2015 والتأكيد عليها سنة 2017 أن يعني حقبة الصراع ضد الإسلام المتشدد أو الإرهاب الإسلامي كما تسميه الولايات المتحدة قد ولى واليوم هو الصراع منذ 2015 هو صراع القوى القدمى القوى العظمى عفوا الذي الصين بينها وطبعا روسيا فهذا الاطار الاستراتيجي ولكن اعتقد ان يعني من الواضح ان كان هنالك مكالمه مباشره هاتفيه ما بين الرئيس الامريكي والرئيس الصيني منذ خمسه ايام، وتاكيد يعني على محاوله الحد من هذا النزاع لكي يكون هذا التوتر توتر سياسي، لربما هنالك بعض التوترات العسكريه في مضيق تايوان في الايام القادمه، ولكن لن يكون هنالك نزاع مسلح مباشر ما بين الولايات المتحده والصين من جهه ثانيه، هنالك حاجه لكلا الطرفين. للتاكيد على المواقف بسبب الانتخابات الانتخابات هنا في واشنطن وايضا هنالك المؤتمر العام للحزب الحاكم في الصين واعتقد ان هنالك تفاهمات من تحت الطاوله على هذه المواضيع طيب استاذ نادر التصريحات الصينيه والتهديدات والتحذيرات ماذا بعدها السيده نانسي فيلوسي وصلت تايوان آه، نعم آه، سأل... آه، الاجراءات الصينيه المضاده لهذه الزياره قد بدات يمكن ان نرى هناك المناورات العسكريه عده آه في منطقه حول جزيره تايوان ويعني سيكون هناك المزيد آه من مثل هذه الاعمال العسكريه الصينيه يعني آه في خلال وجودها في هناك ايضا اكثر من عشرين مقاتله الصينيه ايضا تحلق على اجواء في تايوان وكل هذه من ضمن الاجراءات المضاده لهذه الزياره كذلك ستشمل الاجراءات ايضا الإجراء السياسية والاقتصاد حسب ما اخذ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ان أي الاجراءات التي ستتخذ الصين ستكون عادلا وضروريا طيب دكتور فراس وارد ان يكون هناك اتفاق ما بين الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الصيني على تهدئة الامور وان كانت تصريحات بكين بهذه الحده بمعنى انه لا يحمل الموضوع اكبر من حجمه خاصه وان نانسي بيلوسي لا تمثل راي الجانب الامريكي يعني هناك سلطه تنفيذيه نعم هلا هنالك طبعا سلطه تنفيذيه ولكن هنالك تفاهمات داخليه هنا في الولايات المتحده في نهايه المطاف نانسي بولوسي هي من الحزب الحاكم هي يعني ديمقراطية هي رئيسة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي كما هنالك إدارة ديمقراطية هي ليست من الجمهوريين فهنالك من الواضح أن هنالك تفاهمات ما بين الرئيس الأمريكي ونانسي بولوسي والواضح أن هنالك يعني الجيش الأمريكي أي السلطة التنفيذية تقوم بحماية نانسي بولوسي خلال هذه الزيارة ولكن موقفها أو موقفها مستقل عن موقف الإدارة الأمريكية دكتور فراسي هو موقف مستقل ولكن هو موقف منسق مع الاداره الامريكيه اعتقد هذا التوصيف الدقيق ولكن هنالك نعم هنالك ايضا تفاهمات لتنظيم الخلافات ما بين الولايات المتحده من جهه والصين من جهه اخرى نحن نري ان الصين ونعم هو يعني الصين هي تشكل تحدي استراتيجي طويل المدى للولايات المتحده ولكن الصين ليست عازمه على مواجهه عسكريه مع الولايات المتحده وحتى في موضوع يعني التحالف مع روسيا ومسانده روسيا بالملف الاوكراني يعني نرى تكرارا ومرارا ان الصين تريد ان تختلف تاخذ من موقف مختلف عن عن روسيا ونحن نتذكر على هذه الشاشه الكثير من الحديث عنا اضطرت روسيا ان تذهب الى ايران لتاتي بالمسيرات لان الصين رفضت ان تعطي روسيا المسيرات بسبب يعني الضغط الامريكي وحذر الصين من المواجهه المباشره او الكليه مع الولايات المتحده اعتقد المبارزه الصينيه الامريكيه او الصينيه الغربيه ستبقى في الاطار الاقتصادي، التكنولوجي، الثقافي حتى، ولكن الصين لا تريد مواجهه عسكريه واعتقد ان هذه هي حدود هذه المواجهه الان. الرئيس الصيني سيد نادر البعض يقول بانه مختلف عن الرؤساء الصينيين السابقين، يعني هو يريد عسكره الصين متوقع ان تكون رده الفعل اقوى، مختلفه هذه المره. ماذا بيده ان يفعل الان؟ ما المنتظر؟ طبعا يعني هو رئيسنا الحالي هو يعني يريد ان يعزز يعني كرامه الامه ويريد ان يحافظ الصين على سيادتها ويعني ب... وذلك من خلال الجيش الصيني المدافع القوي والضمان لسياده الصين فلذلك نرى يعني هناك تطور كبير خلال السنوات الاخيره لل... القوات البحرية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعب الصيني ونؤمن بأن هذه هي يعني أقوى ضمان للموقف الصيني في الساحة الدولية فإذا لم يكن هناك الجيش وراء يعني جيش قوي وراء الصين فستكون الانتهاكات اكبر من الولايات المتحده لسيادة الصين فلذلك يعني هذه المرة يعني لا نستبعد أي يعني احتمال حدوث المواجهة العسكرية مباشرة بين الجانبين فكما رأينا هناك الجاهزية تم لجيش الصيني وكذلك هنا داخل الصين الأجواء المواطنين هناك دعوات كثيرة للفتح يعني على الأقل تعامل بالمثل او تعامل على الاحترام أن هنا يعني او حتى المواطنون الصينيون يعني هنا داخل الصين يعني غير راد عن عن تنازل ويعني والتي تعتبر يعني تنازلات اهانه للامه و تريد تغيير المواقف السابقه نعم دكتور يعني فراس بالدقيقه ونصف المتبقيه استاذ نادر ان بقي وقت ساعود اليك، مضطر البيت الابيض ان يدافع عن هذه الزياره وان لم يكن مقتنعا فيها، دقيقه دكتور اعتقد كذلك واعتقد ان وجهه النظر الامريكيه هي التاليه، هنالك اتفاق مع الصين منذ سنه 1997 على سياسه الصين الواحده الموحده وهذا ما اكد عليه الرئيس بايدن والاداره تكرارا ومرارا ولكن هنالك ايضا تشديد امريكي على عدم تغيير الواقع في تايوان باستخدام القوى القوى العسكريه ونحن نرى ان الصين تكرارا ومرارا يعني هنالك خروقات جويه هنالك صواريخ هنالك تعدي على السياده سياده الدول الاخرى في منطقه اسيا نعم ومن هنا يعني تجد نفسها الاداره مضطره على التاكيد على مصداقيتها مع الحلفاء في في اسيا ولذلك شكرا. كان هنالك زياره الرئيس بايدن في الربيع والتاكيد على هذا الحلف الرباعي مع نعم. الهند واستراليا واليابان فالتغيير شكرا. من وجهه النظر الامريكيه هو تغيير من تصرفات الصين تجاه تايوان ودول المنطقه شكرا جزيلا لكما من واشنطن الدكتور فراس مقصد استاذ العلاقات الدوليه في جامعه جورج واشنطن ومن بكين اشكر الكاتب الصحفي الاستاذ نادر روك. بهذا وصلنا مشاهدينا الى نهايه الساعه الثانيه من الاخبار الليله، نشكركم على حسن المتابعه، دمتم بخير وعافيه. بعد قليل الزميله كريستيان بيسري تصطحبكم في ملفات التاسعه عشره، الى اللقاء.